من الحدث. بعد نطنز الكشف عن عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية، وطهران ترفض اتفاقا نوويا جديدا. تمدد إيراني عسكري جنوب سوريا، وواشنطن تتهم طهران وموسكو بإطالة الأزمة عبر دعم النظام. الجيش السوداني يؤكد المضي بعملياته على حدود إثيوبيا، وأديس أبابا تستدعي سفير الخرطوم احتجاجا. بعد يوم من إصابته بكورونا، الرئيس الفرنسي يعاني من الحمى والسعال والتعب في حجره الرئاسي. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. لم تمض أيام على نشر تقارير تؤكد إعادة بناء منشأة نطنز داخل الجبال، كشفت الأقمار الاصطناعية بناء إيران موقعا داخل منشآتها النووية تحت الأرض في فوردو. لم تعترف إيران علانية بأي أبنية جديدة في منشأة فوردو التي تم اكتشافها من قبل الغرب. قال جيفري لويس الخبير في مركز جيمس مارتن إن أي تغييرات في هذا الموقع ستتم مراقبتها بعناية باعتبارها علامة على توجه البرنامج النووي الإيراني. رغم عدم اعتراف إيران بأي أبنية جديدة في منشأة فوردو منذ اكتشافها عام 2009، إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن البناء يجرى في الركن الشمالي الغربي من الموقع منذ أواخر سبتمبر. تقع هذه الأبنية بالقرب من مدينة قم على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غرب طهران. أظهرت الصور ما يبدو أنه أساس محفور لمبنى به عشرات الأعمدة التي تبين أنها تبنى لدعم المباني في مناطق الزلزال. موقع البناء الجديد في منشأة فوردو تحت الأرض وفي عمق جبل لحمايتها من الغارات الجوية المحتملة، كما أن المنشأة محاطة بالجبال ومدافع مضادة للطائرات وتحصينات أخرى. تساوي مساحة المنشأة ملعب كرة قدم، وهي كبيرة بما يكفي لإيواء 3000 جهاز طرد مركزي، لكنها صغيرة ومحصنة بما يكفي لدفع المسؤولين الأمريكيين إلى الشك في أنها كان لها غرض عسكري عندما اكتشف الموقع علنا عام 2009. كما أن الموقع يقع بالقرب من مباني الدعم والبحث والتطوير الأخرى في فوردو، تحديدا المركز الوطني الإيراني لتكنولوجيا الفراغ. بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وافقت إيران على وقف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو وجعلها بدلا من ذلك مركزا نوويا وفيزيائيا وتكنولوجيا. إلا أنه ومنذ الانهيار الاتفاق استأنفت إيران التخصيب هناك. في الأثناء، رفض سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقتراح مدير الوكالة بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة للسلطة. قال رافائيل غروسي مدير الوكالة، قال إن إيران ترتكب انتهاكات كثيرة تجعل العودة للاتفاق صعبة. كان سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال إن طرح أي تقييم لكيفية تنفيذ الالتزامات يتجاوز تماما تفويض الوكالة وينبغي تجنبه. من لندن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. إيران ترفض اقتراح الوكالة الذرية باتفاق جديد، ولكن هل يمكن العودة إلى نفس الاتفاق الموقع عام 2015 بعد الواقع الجديد على الأرض الذي خلقته إيران؟ مرحبا بك ست ضحى ومشاهديك الكرام.
أولا أنه الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، المفاوضات التي جرت كانت هنالك شيء من الثقة ما بين الدول الأوروبية بالوعود الإيرانية، لكن بعد مرور 5 سنوات أثبتت بأنه إيران ليس بالدولة التي يمكن الوثوق بمواعيدها. وأيضا حتى بخصوص المواقع التي كانت مشبوهة بوجود إشعاعات نووية، رفضت إيران وماطلت أكثر من 3 سنوات لتفتيش هذه المواقع، ولم تسمح لزيارتها إلا في يعني الأشهر القليلة الماضية. وهذا يدل بأن إيران بالفعل هي لديها نوايا غير حسنة. وأيضا موضوع إنشاء المفاعل النووية ومراكز الأبحاث وإنتاج أجهزة الطرد المركزية تحت الأرض كانت في البداية في نطنز، ولكن اليوم نسمع أخبار بأنه هذا الموضوع أيضا حتى في فوردو، والمعروف بأنه فوردو تم اكتشافها ولم تسمح إيران أو لم تعلن إيران بوجودها، وإنما تم اكتشافها من قبل المخابرات الدولية. هذه الخروق الجديدة وتخفيض إيران من مستوى التزامها بهذا الاتفاق النووي، هل هي تريد أن تستخدم هذه الخروق الجديدة تفاوض عليها في المرحلة المقبلة لتعود إلى 2015 باتفاقه كما احتوى؟ إيران هي ليس بموقع أن تستطيع أن تفرض شروط على الوكالة الدولية أو على الدول التي عقدت هذه الاتفاقية مع إيران، وإنما هذه الأمور تزيد وتعقد الأمور أكثر. وتصريحات رئيس الوكالة الدولية وتصريحات حتى الدول الأوروبية التي كانت داعمة لإيران بالتراجع عن هذه المفاوضات، بالتراجع عن هذه الخطوات، وأيضا الضغوط الأمريكية يدل بأن إيران هي ليس بالموقع. لكن الواقع الأمر إيران تسارع في الوقت، لأنها بكل تأكيد تريد وصول إلى القنبلة الذرية، لأن إيران تعرف تماما بأن علاقاتها وأيضا ما تقوم به في المنطقة وتدخلاتها لا يمكن ضمان ذلك دون وجود قنبلة نووية تحمي هذا النظام. ولذلك التأكيد على موضوع الصواريخ وأسرار إيران على موضوع تطوير الصواريخ هو من أجل ضمان إنتاج هذه القنبلة. ولذلك أنه نجد موضوع الصواريخ وموضوع الحراك نحو الوصول إلى القنبلة الذرية هم مترابطان فيما بعض. طيب، هذا الموقع الجديد الذي تتعامل معه إيران الآن تحت الأرض في فوردو ولا تعترف علانية بأنه هناك أي أبنية جديدة في منشأة فوردو التي تم اكتشافها بالفعل، ماذا نعلم من معلومات عنها؟ ما الذي يمكن أن يصل إليه؟ إيران أولا بموضوع إنكار الوجود هكذا، هذا هو ليس بجديد، يعني هذا هو من سياسات الحكومة الإيرانية حتى في تدخلاتها في المنطقة دائما هي تنكر، لكن هذا يؤكد بأن بالفعل أنه إيران لديها نوايا أن تزيد من عدد أجهزة الطرد المركزي، وأن من سياسات إيران هي أن لا تضع كما يقال بيضها في سلة واحدة، يعني خاصة بعد استهداف نطنز إيران حاولت أن لا تضع أجهزتها المركزية أو تطويرها في مكان واحد، ولذلك تحاول أن يكون لديها أكثر من مركز وأكثر من مكان لتطوير هذه الأجهزة.
لأن إيران أصبحت تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بدرجات منخفضة. ألا أن هذه الأجهزة التي تحاول إيران تساعد إيران بالإنتاج إلى درجة أكبر. شكرا جزيلا لك وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من لندن. اتهم المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا نظام الأسد وبدعم من روسيا وإيران بإطالة أمد النزاع من خلال شن حرب وصف بالوحشية ضد الشعب السوري. نقلت السفارة الأمريكية عن جويل ريبورن أن أعمال النظام السوري تحول دون تحقيق تقدم على الأرض، كما أنها تعمق معاناة كافة السوريين وتعرقل جهود تنفيذ القرار الدولي 2254. المسؤول الأمريكي أكد أن النظام وروسيا رفضا الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لوقف عام لإطلاق النار، مشيرا إلى أن النظام السوري يواصل منع توصيل المساعدات الإنسانية. واختار عرقلة عمل اللجنة الدستورية وتحطيم آمال الشعب السوري في انتخابات حرة. رصد موقع إيران واير 51 نقطة وموقعا عسكريا لميليشيات إيرانية في المنطقة الجنوبية لسوريا. المنطقة التي تضم 5 محافظات هي دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. البعثة الأممية تلوح بفرض عقوبات دولية على من يهدد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. هناك خطوات للنجاح، خطوات للعمل، خطوات للحوار، خطوات لكل شيء، وهنا تبدو الأمور مختلفة، حيث تتأثر حياة الناس، ونحن نسأل ونناقش، لا نتقيد بالخطوات. خارطتنا هي المعلومة، وهدفنا هو ذلك الحدث. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد، يومياً 12 على شاشة الحدث. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، أصبحنا الحدث. أخبار من الحدث. بعد نطنز الكشف عن عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية، وطهران ترفض اتفاقا نوويا جديدا. تمدد إيراني عسكري جنوب سوريا، وواشنطن تتهم طهران وموسكو بإطالة الأزمة عبر دعم النظام. الجيش السوداني يؤكد المضي بعملياته على حدود إثيوبيا، وأديس أبابا تستدعي سفير الخرطوم احتجاجا.
بعد يوم من إصابته بكورونا، الرئيس الفرنسي يعاني من الحمى والسعال والتعب في حجر رئاسي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مع تأكيد السودان المضي في معركته لتأمين حدوده مع إثيوبيا، قالت مصادر دبلوماسية إن أديس أبابا استدعى السفير الخرطوم وقدمت له احتجاجا على ما وصفته اعتداء من الجيش السوداني على الإثيوبي في المنطقة الحدودية بين البلدين. في الأثناء أفاد مصدر عسكري سوداني للحدث أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على جبل أبو طيور على الحدود مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا. المصدر أكد أنه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي، مضيفا أن الجيش السوداني سيقوم بتأمين شامل للمنطقة الحدودية مع إثيوبيا. وبعد تعرضه للاعتداء من قبل قوات إثيوبية، يخوض الجيش السوداني معارك وصفت بالضارية لفرض السيادة على كافة الأراضي السودانية. بعض المصادر تحدثت عن نية الجيش السوداني الاستمرار بالتقدم حتى بلوغ واستعادة منطقة خورشد، آخر نقطة على خط الحدود الدولية مع إثيوبيا. انضم إلينا من الخرطوم مدير مركز الدراسات الدولية الفريق حنفي عبد الله. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. لو نتعرف منك بداية على الموقف العسكري والميداني الآن على الحدود السودانية الإثيوبية. شكرا جزيلا، التحية لك وللمشاهدين. ما يقوم به الجيش السوداني هو يعني عمل يعيد الاستقرار للمنطقة ويعيد المناطق الزراعية للجانب السوداني لأول مرة بعد أن كانت تزرع عبر المزارعين الإثيوبيين بدعم من الميليشيات طوال حوالي 6 عقود من الزمان. ما يقوم به الجيش السوداني هو في إطار الحدود السودانية، هذه حدود معترف بها، مناطق معترف بها من قبل الجارة إثيوبيا، واعترف بذلك السيد رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل في البرلمان الإثيوبي، وليس هناك خلاف في ذلك. لكن مسألة وجود هذه القوات وانتشارها والاتجاه إلى استكمال الوجود في كل الشبر من الأراضي السودانية هو استقرار للمنطقة بشكل كبير ويعني لجم لأي توتر ممكن أن يحدث، خاصة أنه الجانب الإثيوبي لم يستطع، يعني كل طرف أكيد يحاول الحفاظ على حدوده، ولكن حينما تتقدم القوات أو الجيش السوداني إلى تلك المنطقة، لماذا أصلا النزاع يستحدث كل عام حول تلك المناطق بالتحديد؟ ليس هناك نزاع، المنطقة هي منطقة حدودية، منطقة سودانية معترف بها، هي حسب الحدود التي رسمت من جوين في يعني قبل فترات طويلة من الزمان، والجانب الإثيوبي يعترف بذلك وهناك علامات حدودية. لكن دخول القوات السودانية وتغطية هذه الحدود جاء نتيجة لأنه الميليشيات الشفتة ظلت تقوم بعمليات خارج، يعني سواء كانت خارج النطاق السيطرة الإثيوبية أو ضمن يعني دعم فردي من بعض الجنود الإثيوبيين الموجودين في لماذا دائما تذهب إلى تلك المناطق لتسيطر عليها؟ لأن هذه المنطقة هي المنطقة الوحيدة المتاحة لهم في الزراعة، لأن مناطق الأمهرة هي مناطق غير زراعية، وعملية الزراعة بالنسبة لهم ظلت طوال هذه العقود من الزمان هي مسألة حياة أو موت، يعيشون ويتعايشون من الزراعة في هذه المنطقة. ويمكن في ظل العهد السابق يعني تم عبر أحد ولاة القضارف في توجيه المزارعين السودانيين بتأجير مزارع للمزارعين الإثيوبيين، وبالتالي كانت استمرت هذه المسألة. الآن وجود القوات المسلحة هو استعادة لهذه المناطق واستعادة للمزارع للسودان، وكذلك يعني هذا العمل يؤدي إلى استقرار أمني في المنطقة. عمليات التهريب ظلت هي ديدا المنطقة في هذه المنطقة، ولذلك أنا أعتقد انتشار الجيش السوداني هو انتشار مستحق في إطار السيادة الوطنية
الإيرانية، وكان إذا هو مستحق في هذه المسألة يعني تناوش كبير. إثيوبيا تستدعي سفير السودان احتجاجا على تحركات جيشه، على الرغم من أن الميليشيات التي تقدمت، الميليشيات الإثيوبية كما ذكرت أو كما فهمت هي ليست محسوبة على الحكومة الإثيوبية. هي محسوبة على الحكومة الأثيوبية، وهي أساسا ميليشيا الشفتة هم حاولا من قوات، يعني هي قوات كانوا جنود سابقون في الجيش الفيدرالي، وكذلك يعني متمرنون في السلاح من العصابات. أثيوبيا لم تستطع لجم هؤلاء، يعني قاموا بعمليات كبيرة جدا، وأعتقد ربما كانت الجارة أثيوبيا تنتظر أن يتم ترسيم الحدود عبر اللجان، وبعد ذلك يتم تدخل الجيش السوداني، ولكن أعتقد أن المدة قد طالت في انتظار التئام لجنة الحدود، وكان حددت أكثر من مرة في تحديد هذه اللجنة. وأعتقد أن الجانب الأثيوبي سيتفهم وجود القوات السودانية، خاصة ظلت القوات السودانية والمواطنون يتعرضون لخسائر كبيرة جدا، وفقد هذه الأرض الشاسعة لهذه هي خسارة أيضا للسودان، لأن هذه الأراضي ستعود للدورة الزراعية الصيفية في السودان. السودان يحتاج إلى هذه المناطق، ويمكن أن يكون في وقت لاحق يعني إمكانية أن يعمل المزارعون السودانيون كما ظلوا يعملون في كثير جدا من المشاريع السودانية كعمالة، ويأخذون أجرهم مقابل المال، يأخذون محاصيل، وهذه كانت متبعة في محاصيل في داخل السودان. هذه أعتقد لابد أن تكون هذه في إطار التفاهمات ولا يزال توتر، لأنه الجوار الآمن بالنسبة للسودان هو مهم جدا، والجارة الأثيوبية مهمة جدا في إطار حدود مشتركة يعني يتم فيها العمل بتناغم والتبادل المصالح بصورة كبيرة جدا. شكرا جزيلا لك مدير مركز الدراسات الدولية الفريق حنفي عبد الله، كنت معنا من الخرطوم. أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تهديد جماعات مسلحة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها. لوحت البعثة بفرض عقوبات دولية على تلك الجماعات لما تمثله هذه التهديدات من انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. كان إنتاج النفط الليبي قد تعرض لانتكاسات خطيرة خلال العام الحالي بسبب حظر التصدير المطول الذي رفع قبل 3 أشهر بعد أن تسبب بخسائر بلغت 11 مليار دولار. مع الإعلان عن اللجنة الأممية المعنية بحالات الإخفاء القسري أن 49% من الطلبات التي وصلتها هي من العراق، أفادت دراسة باحتلال العراق المركز 8 ضمن قائمة أسوأ 10 دول في العالم بتقييد حريات شعوبها. صنفت الدراسة الصادرة عن معهدي فريزر وكاتو الأمريكيين صنفت الدول استنادا إلى البيانات القابلة للمقارنة والتي تشمل سيادة القانون والسلامة والأمن وحرية المرأة، إضافة إلى حرية الكلام والتجمع والدين والحرية الاقتصادية وقدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم دون تدخل الحكومة أو المحسوبية. مزيد من التفاصيل حول التحديات التي تواجه العراق وتقيد حرية التعبير مع هدير الربيعي هنا في غرفة الأخبار. هدير إليك. نعم ضحى، إذن سلاح الميليشيات وحكم الأحزاب تحديات تواجه العراق وتقيد حرية التعبير فيه. الدراسة التي صنفت الدول استنادا إلى سيادة القانون والسلامة والأمن وحرية المرأة، إضافة إلى حرية الحركة والكلام والتجمع والدين والحرية الاقتصادية، كل هذا المشار إليه في الدراسة مفقود في العراق في ظل السلاح المنفلت للميليشيات التي أضعفت القانون وسلطة الدولة لتفرض لغة القتل والترهيب على العراقيين. مصادر عراقية أشارت إلى
إلى اعتداءات الميليشيات المسلحة خلال انتفاضة أكتوبر من العام الماضي التي قتل فيها أكثر من 700 ناشط وصحفي وخلفت آلاف الجرحى والمعاقين. ولا تزال عملية اغتيال الصحفي هشام الهاشمي واتهام ميليشيات الحشد وإيران بالضلوع فيها مثال على تكميم الأفواه في العراق، ليأتي اغتيال الناشط صلاح العراقي قبل يومين الحدث الأمثل على هذه الممارسات من تكميم الأفواه ومصادرة الحريات. عمليات القتل والاغتيال واكبها أيضا حملات اعتقال وخطف طالت المئات ووضعهم في سجون سرية للميليشيات دون معرفة مصيرهم. حتى الآن هذا يعني ما هو سائد في العراق وفق التقارير الحقوقية لمنظمات عراقية ومنظمات دولية. ورأت المصادر أن وجود ممثلي الميليشيات في الدولة والبرلمان جعل من مواجهة هذه الانتهاكات أمر شبه مستحيل، رغم المحاولات الحكومية الأخيرة للوصول إلى تفاهم في هذا الموضوع ضحى. شكرا جزيلا لك هديرة على هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حزب الله يهدد منتقديه بقطع الألسن ويستخدم نساءه لتوجيه رسائل التهديد. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. أخبار من الحدث. بعد نطنز الكشف عن عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية، وطهران ترفض اتفاقا نوويا جديدا. تمدد إيراني عسكري جنوب سوريا، وواشنطن تتهم طهران وموسكو بإطالة الأزمة عبر دعم النظام. الجيش السوداني يؤكد المضي بعمليات على حدود إثيوبيا، وأديس أبابا تستدعي سفير الخرطوم احتجاجا. بعد يوم من إصابته بكورونا، الرئيس الفرنسي يعاني من الحمى والسعال والتعب في حجره الرئاسي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تشهد الساحة اللبنانية تحركا لافتا للبطريرك الماروني بشار الراعي الذي زار سعد الحريري أمس ورئيس الجمهورية اليوم. الراعي أكد ضرورة التوصل إلى تفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لتشكيل حكومة تكون المدخل إلى الإصلاح. الراعي رأى أن البلاد واقعة في حالة من الشلل. أقل له بحديثي مع الرئيس ما لمس أنه متمسك بالثلث المعطل، خاصة وأنه ولا نحن منريدها، لأنه نحن في اتفاق ورأي عام بيقول اليوم الحكومة اللي بدها تجي مش حكومة سياسية،
ولا حكومة حزبية، هيدي حكومة من اختصاصيين مش مرتبطين بأي حزب. لو كانت ساعتها بنسميها حكومة سياسية بصير ينحكى بالثلث المعطل شمال ويمين، عندما انه كمبدأ الثلث المعطل لا موجود بالطائف ولا بالدستور. اتهم موقع جنوبية اللبناني مسؤولي وعناصر حزب الله بأنهم يتفننون بممارسة شتى أساليب القمع والترهيب ضد الشيعة، لا سيما من غير المنحازين له أو من المستقلين عن الثنائي، على غرار ثوار ساحة العلم في صور الذين يحافظون على وجودهم وساحتهم منذ 14 شهرا وحتى اليوم. وبرع حزب الله في توزيع أدوار لتخفيف النقم عليه من خلال زج فتياته ونسائه في معركة الترهيب لثوار ساحة العلم، وذلك بعد يومين من افتعال حريق لإحدى خيامها بهدف ترويع الثوار، بالرغم من تردد أن الحريق مفتعل للتغطية على حريق مجهول السبب لسيارة مسؤول في الحوش على بعد كيلومترات من الساحة، حيث سارعت نساء الهيئة النسائية في حزب الله إلى التواصل مع بعض قريبات الثائرات في صور لإيصال رسائل تهديد كقطع الألسن وتكسير الأيادي والأرجل في حال أكملنا هجومهن على حزب الله. اللافت أنه في اجتماع لناشطي الساحة بعد الحريق الأخير اقترح أحد اليساريين القدامى إصدار بيان بأن الحريق كان بسبب ماس كهربائي، ولكن اختلف المجتمعون حيث يريد البعض تبرئة الفاعلين المعروفين بالاسم. وفي عهد تسلم حزب الله حقيبة الصحة في الحكومة اللبنانية يواجه المواطن اللبناني أزمة رفع الدعم عن الدواء، خاصة تلك الصادرة دون وصفات طبية. الأدوية التي تباع في لبنان من دون وصفة طبية ستخرج من لوائح الدعم الأساسية، قرار بات اتخاذه شبه محسوب من قبل السلطات في بيروت، قرار يعني أن تلك الأدوية التي يستعيض الفقراء بها عن زيارة الطبيب تجنبا للدفع في كثير من الأحيان سيتضاعف سعرها أكثر من مرتين ونصف مرة. على سبيل المثال البانادول دواء الفقراء كما يقال سيتضاعف سعر العلبة منه سعة 24 حبة من 3375 ليرة إلى 8775 ليرة، زيادة في سعر بيع دواء أساسي ستفعل فعلها في حياة اللبنانيين، خصوصا أن لائحة الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية التي تعرف بـ OTC تتضمن مئات الأصناف من مضادات الالتهاب إلى مسكنات الألم وأدوية السعال وصولا إلى الحساسية مرورا بخافضات الحرارة. حتى الساعة لا اتفاق نهائي بشأن أدوية OTC، وإن كان التوجه هو إلغاء الدعم عنها في مقابل تعزيز الدعم على المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية. كما تخفيض الدعم سيطال أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية، سيتم أيضا بنسبة 5%. كل ما تقدم يبقى في خانة المعلومات. أكثر من يتكلم عنها أعلام ميليشيا حزب الله التي يترأس ممثلها حمد حسن وزارة الصحة، فيما هي أيضا متهمة بإغراق البلاد بأدوية من إيران لضرب السوق المحلي. ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور غسان الأمين نقيب صيادلة لبنان، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. بداية، هل لهذه الأسباب كان حزب الله حريص على الحصول على هذه الحقيبة بالتحديد حقيبة الصحة؟ ما السؤال؟ هل لهذه الأسباب كان حزب الله دائما حريص على الحصول على هذه الحقيبة بالتحديد حقيبة الصحة؟ لا، يعني أنا اللي بعرفه أنه حزب الله مش مصر على حقيبة وزارة الصحة، ولكن موضوع يعني أنا ما كتير ضليع فيه بالنسبة لتوزيع الحقائب أنا في أحكيكي بالسياسة الدوائية بلبنان. نعم، السياسة الدوائية في لبنان، الأدوية التي تباع في لبنان الآن بدون وصفة طبية والتي هي من معرضة لأن يرفع الدعم عنها، كيف برأيك سيكون صدى ذلك؟ ماذا يعني ذلك أصلا بالنسبة لكم حتى؟ أول شيء بدنا نعترف أنه إحنا لبنان بلد عنده أزمة اقتصادية، وبالتالي الدعم على الأدوية اللي بيعملها مصرف لبنان بحدود المليار دولار سنوياً
صارت صعبة نكمل فيها، وبالتالي بده يخف يستخف الدعم يخف. فلذلك انتقلنا اليوم حتى مع مصرف لبنان لموضوع اسمه ترشيد الدعم على الدواء. بالنسبة لأدوية الأو تي سي ما في أي فكرة بالخطة المقترحة برفع الدعم عنها، بالعكس الدعم بده يضل 80% بدل ال 85، ولكن تسعير هالأدوية بده يكون على دولار 3900 بدل 1515، يعني بده يزيد سعره ضعفين ونص. ولكن عندنا نحن حقيقة أنه هاي الأدوية في لها بدائل كتير بلبنان. حضرتك بالتقرير قلت البنادول، البنادول حقه 3500 ليرة، ولكن في بدائل باراستامول ب 1000 ليرة و750 ليرة. وبكل دول العالم الناس بتروح للجنريك، يعني بأمريكا 90% فاترتهم جنريك. طيب ولكن ما سردته حضرتك ايضا، لكن ما سردته 18%. نعم ما قلت الان هو يعتبر ايضا رفع دعم عن هذه المواد، يعني ما الذي سيعوض الفرق هذا في هذه الاسعار مع الرواتب التي لم تتغير، بالعكس قلت بالنسبه مقارنه الان بسعر الدولار؟ لا ما في رعم ما في رفع دعم عن الاو تي سي. في الدعم حيصير 80% بدل 85، ولكن تسعيره حيكون 3900، وهذا بيقلل الكونسامبشن تاع ادويه الاو تي سي اللي هن عندنا نحن بلبنان في ابيوز كثير على استهلاك. نحن اعلى منطقه بالمحيط تستهلك دواء، وبالتالي بده يخف الاستهلاك على هاي الادويه اللي هي طبعا تستخدم يعني بمره بالسنه او مرتين بالسنه. طيب هل الرهان الان، يعني أنا اللي بدي لك إياه، الخطة اللي تقدمت هي أفضل ما يمكن لبلد عم بيعاني من أزمة اقتصادية، ولبلد مصرف لبنان ما عاد قادر يكمل بالدعم مثل ما هو موجود حاليا. طيب ولكن يعني هل أنتم يعني هل الرهان الآن هو على ترشيد استخدام هذه الأدوية التي يعني سيقل استخدامها مع هذه الأسعار الجديدة، ومن يراهن على هذا؟ هذا سؤال كثير مهم. أكيد هو الترشيد حيكون مش ترشيد على الاستيراد، ولكن ترشيد على وصف واستعمال الأدوية. يعني المفترض أنه بدل ما واحد يكون عنده يعني البنادول ياخده باليوم، عنده علبة بالبيت الجبل وعلبة بالسيارة وعلبة بالمكتب، لا بده يصير في طبعا حاجة المواطن بده يشتريها من هالأدوية هاي اللي بلبنان استهلاكها عالي كبير. طيب ما ردة الفعل المتوقعة مع هذه المعلومات الجديدة حول سعر الأدوية برأيك؟ يعني أنا بعتقد نحن المهم أنه نقدر نأمن لائحة تأمن الأمن الدوائي للمواطن، وهيدا الخطة اقترحت لائحة بتأمن الأمن الدوائي للمواطن ونحن جزء من هالخطة. أما ردات الفعل فبالنسبة للدواء بالعكس، يعني كل السلع زادت بلبنان وبأسعار أكثر هيك بكتير. فبعتقد أنا يعني هيدا فن الممكن، أقل من هيك من الصعب أنه نقدم أي خطة، لأنه أي خطة بديلة بدها تعمل طبعا كارثة وطنية. طيب أنت تعلم بأنه يعني أصلاً الحراك بدأ ب يعني تاكسس بسيطة على خدمة الواتساب، الآن مع هذه الأسعار الجديدة ألا تعتقدون بأنها ستلاقى بردة فعل أيضاً يعني فيها الكثير من الغضب؟ لا ما بعتقد، لأنه كل الأدوية الأمراض المزمنة، قلب وضغط وسكري، أدوية السرطان، الأدوية اللي المواطن بيحتاجها يومياً سعرها بده يضل ثابت ما حيتغير. ولكن الأدوية اللي بيستعملها مرة بالسنة أو مرتين هي حيزيد سعرها ضعف أو 2.5. وأنا بعتقد أنه المواطن بيقدر يعني بالنسبة مقارنة بكل السلع الثانية فهو أقل شيء الدواء بيكون زاد. شكرا جزيلا لك دكتور غسان الأمين نقيب صيادلة لبنان، شكرا جزيلا.
إلى الشأن اليمني، حيث دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إلى استمرار الضغط على ميليشيا الحوثي وإلزامها بالسماح لفريق الخبراء الأممي بزيارة سفينة الوقود صافر وتمكينه من إجراء تقييم مستقل تمهيدا لتفريغ النفط والتخلص من الناقلة لتفادي كارثة بيئية أصبحت تلوح في الأفق ولا تحتمل التأخير. قال الحضرمي خلال لقاء سفير بلجيكا لدى اليمن إن إطلاق الحوثيين للوعود المكررة لا يكفي لحل قضية خزان صافر، مضيفا أن هذه القضية لا تزال مختطفة من قبل الميليشيا، مشيرا إلى أن قيادة الشرعية حريصة على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وعودة الدولة بكل مؤسساتها إلى عدن. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون المصاب بكورونا يعاني من الحمى والسعال والتعب، وقد انتقل ماكرون إلى العزل في مجمع رئاسي في فرساي لمدة 7 أيام، لكنه سيواصل العمل عن بعد إلا أنه ألغى جولاته الخارجية بينها زيارته لبيروت. كان هذا التزاما قطعته قبل نحو عام عندما التقينا في قصر الإليزي لمناقشة الوضع في سوريا والمشاركة في هذا المؤتمر الوطني الإنساني الذي عقد للتو رغم القيود المفروضة. يسعدني أن أكون قادرا على الوفاء بهذا الالتزام. من باريس ينضم إلينا مراسل الحدث سعد المسعودي. أهلا بك معنا سعد، إذا نطمئن منك على حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأي معلومات عنه وأيضا مكان حجره وعزله لنفسه. نعم تحياتي ضحى، طبعا المعلومات التي أدلى بها قصر الرئاسة هذا الصباح هي تطمئن رغم أن حالة التعب والسعال التي يعاني منها الرئيس الفرنسي طوال الليل الماضي بعد إجراء الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الصحي هو وزوجته بروجيت ماكرون التي كانت سلبية، إلا أن الرئيس الآن في لالاتر هذه المدينة القصر الرئاسي الملكي حيث يقيم هناك لمدة 7 أيام في هذا القصر المخصص للرئاسة وسيدير عمله اليومي من هذا القصر من هذا المكان بعد أن شعر ببعض التعب وبعض حالات السعال المستمرة طوال الليل، إلا أن الفحوصات التي قالت بأنه مصاب بكورونا بدأت حالات التعب على الرئيس ماكرون، وهو يلتزم الآن بوضعه الصحي والالتزامات التي يشرف عليها بعض الأطباء المتواجدين معه في لالونتر هذه المنطقة الرئاسية في فرساي قريبة من ضواحي باريس تقريبا، وأيضا هناك بعض الشخصيات التي خالطت الرئيس ماكرون تخضع لنفس العزل ولكن بعد أن تبين بأنها سلبية هم يقوموا ومن ضمنهم جان كاستاكس رئيس الوزراء وبعض الشخصيات الأوروبية التي التقاها ماكرون بالإليزيه منهم رئيس الوزراء البرتغالي وأيضا الإسباني وبعض الشخصيات التي استقبلها. وطبعا وزير الصحة تحدث ضحى بأن الرئيس الفرنسي ربما بعض الولائم التي أقيمت في قصر الإليزيه لبعض الشخصيات السياسية ربما هذا السبب أو السبب مع نظرائه الأوروبيين عندما اجتمعوا الأسبوع الماضي في بروكسل. كل هذه وارد بالنسبة لهذه الإصابات وهو الآن الحالة تتحسن رغم أن الليل كان صعبا على الرئيس ماكرون. هل هناك معلومات إذا كان يمارس عمله من حيث هو الآن أم أنه في فترة راحة؟ هو يمارس عمله من فرساي وأيضا مع فريق عمله الذي يتواجد قسم منهم في فرساي والقسم الآخر ما زالوا مستمرين في العمل في القصر الرئاسي هنا في باريس، ولكن كل شيء ضمن المواعيد المقررة مستمر وهو يقام عن بعد إلا السفرات الخارجية التي كانت مقررة له ومن ضمنها بيروت ومن ضمنها لقائه بجنود اليونيفيل والرئيس عون كلها قد تم إلغاها، إنما كل الأعمال الداخلية هو يقيم
هذه الأعمال ويديرها عن بعد مع فريقه الرئاسي. من حالته إذن ننتقل إلى فرنسا بشكل كامل والإجراءات المتخذة الآن تخوفا من موجة ثانية لكورونا، ما هي الإجراءات سعد وكيف يتم التعامل معها؟ نعم، الإجراءات كما تعرفين هناك بعض الانفراج قليل جدا لزيارة الأهل في نويل وأعياد الميلاد، ولكن هناك شروط لهذا التباعد، شروط لعدد الأشخاص الذين يتواجدون في بيت واحد، وأيضا رئاسة الصحة هنا قررت بأن تقيم جواز سفر أخضر لكل مواطن يتم فحصه وأيضا يجري تطعيمه، وسيزود بهذا الجواز الذي يستطيع من خلال هذا الجواز الأخضر السفر والتحرك بحرية، وإنما الذين لا يمتلكون هذا الجواز الأخضر فعليهم مراعاة البروتوكول الصحي الذي سيتماشى بعد نويل. سيكون هناك إجراءات ربما تكون صارمة لحين 20 من الشهر القادم، ستكون هناك بعض الانفراجات، انفتاح المطاعم المقررة، المطاعم والمقاهي والسينمات والمسارح إذا ما كانت الموجة الثالثة قوية ضحى. نعم، شكرا جزيلا لك من باريس مراسل الحدث سعد المسعودي. كشفت دراسة أن معدل الوفيات الناجمة عن كورونا يتجاوز بنحو 3 أضعاف عدد الوفيات جراء الإنفلونزا الموسمية. قارن الباحثون بيانات نحو 89,000 مريض نقلوا إلى المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس في مارس وأبريل هذا العام، مقارنة بنحو 45,000 مريض نقلوا إلى المستشفيات لإصابتهم بالإنفلونزا الموسمية بين ديسمبر 2018 وأواخر فبراير 2019. توفي نحو 16% من مرضى كورونا، فيما بلغ معدل الوفيات في أوساط مرضى الإنفلونزا الموسمية بنحو 5% فقط. أوصت لجنة خبراء أمريكية بضرورة الموافقة عاجلا على لقاح موديرنا المضاد لكوفيد 19، الأمر الذي يمهد الطريق لشحن 6 ملايين جرعة مع نهاية هذا الأسبوع. من المتوقع أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحا باستخدامه في حالات الطوارئ، وذلك بعد أن تحدثت عنه بإيجابية في اجتماع سابق، ما يجعل لقاح موديرنا التطعيم الثاني الموافق عليه في الدول الغربية. جدل كبير في خلال الأسابيع القليلة الماضية حول فاعلية العديد من لقاحات فيروس كورونا المستجد والأعراض الجانبية لها، حيث بدت تغطية هذا الجانب باهتة ومشوبة بالغموض خلافا للحملات الترويجية للقاحات. تقرير لصحيفة الشرق الأوسط ناقش هذه الزاوية وتحدث عن التضارب في البيانات حول اللقاحات التي يتوقع أن ترتفع أعدادها إذا ما علمنا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعكف على تحليل آلاف الصفحات من البيانات الخاصة بتجارب لقاح فايزر وباينتك، فمثلا جرب الأخير على 43,000 مشارك رصدت بينها 170 حادثة، بينما جرب موديرنا على 30,000 مشارك رصدت بينها 196 حادثة. هذه الأرقام قد تكون وسيلة فعالة للحصول على إجابات حول نجاعة أي من اللقاحات التي تتنافس الشركات المنتجة لها على فاعلية تتخطى 90%، كفايزر الذي قيل إن فعاليته عند 95% وموديرنا الذي قيل إن فعاليته أقل بنصف درجة. يبدو أن فعالية اللقاحات لشركة ما على حساب أخرى سيتصدر الشاشات المرحلة المقبلة بالنظر إلى وجود معلومات عن قلة الأعداد المجربة للقاح في الفئة العمرية التي تخطت 65 مثلا للجزم بمفعول وفعالية اللقاح، وهذا قد ينسحب على فئات أخرى. بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، طرحت الصحيفة علامات استفهام حول الإضافة التي يمكن أن يحققها لهم. إجمالا فإن الإصدارات التي تطرقت لفعالية أي من اللقاحات وأثار الجانبية لم تأتي على ذكر أثار جانبية خطيرة من الدرجة الرابعة ووفق مقياس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي تهدد الحياة، لكن ذلك لا يلغي إمكانية حدوثها كما ذكر صحيفة نيويورك تايمز.
من باريس ينضم إلينا الدكتور وحيد أحمد، اختصاصي أمراض الصدرية في مستشفى أربجون باريس. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه الساعة الإخبارية. أبدأ معك من هذه المعلومات المتضاربة منها والغامضة منها أيضا حول فاعلية اللقاح وأثاره الجانبية والتخوف الموجود لدى الناس، يعني على قدر ما هم يريدون الخروج إلى الحياة يتخوفون من اللقاح. نعم، تحياتي لك وللمستمعين. الواقع نحن في زمن الجائحة والوباء، ونحن على يعني أعتاب وفيات تقارب 1,700,000 بالعالم، وإصابات تتجاوز 75 مليون. فنحن في زمن الجائحة، وعظيم جدا أن نستطيع أن نصل بفترة أقل من سنة إلى اللقاح ضد الكورونا. يعني لم نكن نتوقع، ولكن مع التقنيات الحديثة استطعنا أن نصل إلى هذا الموضوع. طبعا اللقاح عادة يأخذ بين 5 إلى 10 سنوات، تعرفون الآن هذا. يعني ننتظر بكل مرحلة ومرحلة، بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة تقريبا سنة على الأقل، حتى نعرف ماذا سيحدث لهؤلاء الذين المتطوعين الذين أخذوا اللقاح، ونراقب الفعالية، ونراقب السلامة، ونراقب الآثار الجانبية إلى آخرين. لكن نظرا للجائحة لا نستطيع أن نفعل هكذا. ومن هنا لدينا تقريبا أكثر أقل بشوي من 200 لقاح، منهم 10 الآن تقريبا في المرحلة الأخيرة. هذه اللقاحات وأهمها كما ذكرت فايزر بيونتك وأسترازينيكا والروسي والصيني وموديرنا، كل هذه اللقاحات مع اختلاف التقنيات بتاعتها يعني توصلنا إلى مرحلة جيدة جدا من الفعالية. نحن كنا ننتظر فعالية 60-70% كما هي مع الأنفلونزا أو مع غير لقاحات أخرى، لكن نحن الآن على أبواب 90% و95%. طيب، هذا عظيم. أنت قلت أنه عظيم، لكن في نفس الوقت هناك من يرى بأنه مقلق، لأنه هذا تم التوصل إليه في أقل من عام، وكما ذكرت حضرتك اللقاحات تحتاج إلى سنين. صحيح، ولكن كما قلت نحن في زمن الجائحة، وهناك الموافقة الإسعافية يعني بحسب المعطيات الأولية في المرحلة الأولى والثانية والثالثة. الإصابات السريعة أو ماذا أقول بالنسبة لفعالية اللقاح ومشاكل الجانبية التي تأتي منه عادة تكون ما بين أسبوعين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، نستطيع أن نأخذها بسرعة. هذه هي التي تكون الأكثر ترددا، مثل الصداع والوخز والإحمرار والتعب، الوهن، آلام العضلات، كل هذه تذهب خلال 2 أو 3 أيام وانتهى الموضوع. هذه الأشياء لم تحصل الآن، ونحن بفعالية وسلامة معقولة جدا بالنسبة لهذه اللقاحات. لكن فيما بعد عندما ستنتشر هذه اللقاحات على ملايين الناس، ربما تصدر هناك أشياء لم تصدر خلال هذه الفترة البسيطة، وهذا هذا جائز مع كل اللقاحات الأخرى التي اخترناها في الماضي. يعني لما تأتي على ملايين الناس لقاحات، ربما في المرحلة الرابعة يجب أن نستمر بالمراقبة ونستمر معرفة. طيب، هذه نستمر في المراقبة، لكن كيف يمكن تفسير أنه لقاح الإنفلونزا العادية تصل نجاحه إلى 70%، وهو الذي طور على مدى سنين، والآن هذا اللقاح الجديد يصل إلى ما فوق 90% في أقل من عام؟ نعم، سؤال جميل. لكن موضوع الإنفلونزا، شوفي حضرتك، يعني موجود عندنا الإنفلونزا A وB وC، والA بتفرع عنها كثير من الأشياء، مثلا H1N1 والH3N2 لما شفنا زي الجائحة بال 2009. تتغير الجينات، تتغير المعايير لهذه الفيروسات، وبالتالي اللقاحات تتغير. فعلا عندنا لقاح أو اثنين بالسنة يتغير، وكل سنة يظهر هناك طفرات في هذه الفيروسات. الحال مع الكورونا درسناه من 2002 و2012 بالميرس وبالسارس واحد، ولدينا فكرة عن طفراته وتغيراته. ربما نحتاج فيما بعد إلى لقاحات جديدة، ولكن لدينا الآن القاعدة، لدينا الآن
تقنيات نستطيع أن نتعامل بها ونغيرها بسرعة حسب الطفرات التي قد تأتي مستقبلا، وهذا شيء جيد جدا. لكن للأسف الشديد هناك أسئلة كثيرة، وأنا أفهم من يسألها، لأن اللقاح كان سريع المفعول، ويجب أن نأخذ الحذر لا شك ونراقب الأمور، ولكن أعتقد أنه يجب أن نتجه نحو اللقاح لأنه هو الذي سيخلصنا. للأسف الوقت انتهى، وأشكرك شكرا جزيلا دكتور وحيد أحمد، اختصاصي أمراض صدرية في مستشفى أربجون باريس، شكرا جزيلا. الأخبار من الحدث. بعد نطنز الكشف عن عمليات بناء جديدة في منشأة فوردو النووية، وطهران ترفض اتفاقا نوويا جديدا. تمدد إيراني عسكري جنوب سوريا، وواشنطن تتهم طهران وموسكو بإطالة الأزمة عبر دعم النظام. الجيش السوداني يؤكد المضي بعمليات على حدود إثيوبيا، وأديس أبابا تستدعي سفير الخرطوم احتجاجا. بعد يوم من إصابته بكورونا، الرئيس الفرنسي يعاني من الحمى والسعال والتعب في حجره الرئاسي. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.